بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله والمشاهدين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم بغيت نقدم لكم الطريقة كيفاش كنصايبوا السفة اللي كتجي على هذا الشكل الرائع. بقوا معنا تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. وإلا عجبتكم طريقة تحضير السفة بارتاجوها مع الأهل والأصدقاء واشتركوا في القناة ديالي ودعمونا باللايك. خليو لي شي كومونتير محفز على المحتوى باش تشجعونا باش نقدم لكم الجديد. بقوا معنا تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. بسم الله على بركه الله. هنايا كنستعملوا لاستعملنا كل كيلو ديال الكسكس كيدي لينا يطرو ديال الماء. هذا بالطريقه كيفاش كنصايبوا هاد باش كنفزكوا الكسكسو ديالنا. كنديروا كسكسو مثلا هنا 2 كيلو ديال الكسكس كنضيفوا ليها الزيت والملحة وكنبقاو نرملوها يعني كنمشيو فيها كندخلو الزيت مزيان في الكسكسو ديالنا حتى كتشرب لنا داك الكسكس كيشرب الزيت مزيان كما كتشوفوا وشويه ديال الملحة بالقالي ديال الملحة. دابا كنخويو عليها مثلا هنا 2 كيلو ديال الكسكس ديال الكسكسو كنعملو عليها 2 لتر ديال الماء كنخويوها عليها وكنخليوها تفزك ما كنحركوهاش حتى كيبقى شي 2 السوايع حتى كيشرب لينا هذاك الماء كامل. ملي كيشرب الماء كنخلطوه وكنديروه في الكسكاس كيتبخر. ملي كيفزق مزيان كيتبخر يعني دغيا كيتبخر. ودابا كنجبدوا الكسكسو ديالنا كنديروا ليه الزبده وكنخلطوه يعني على حساب شحال غتاخذ لينا الزبده. مثلا كيلو ديال الكسكس كيدي لينا نص كيلو ديال الزبده. كل كيلو كيدي نص كيلو ديال الزبده والزبيب كيبقى على حسب الاختيار بغيتي تعمل الكميه اللي بغيتي ديال الزبيب. بحال دابا هنا كيلو ديال الكسكسو كيدي لينا 4 كيلو ديال الزبيب. دابا ملي جبدنا الكسكسو ديالنا اللي بخرناه كنضيفو ليه كنرشوه بالماء وكنمشيو كما كتشوفوا. كما كتشوفوا كنضيفوا الماء وكنحركوه باش الحبه ديال الكسكسو ملي كيكون كتفزق مزيان شوفوا كيفاش كتجي يعني مفرطه. ودابا في القاع ديال الكسكاس كنديروا فيه الزبيب وكنديروا عليه الكسكسو كندير تبخر حتى كنتحصلوا على الكسكسو بهذا الشكل. وكنبقاو نديروا في الزبده كنديروا دابا في الزبده وكنخلطوا حتى كنشوفوا شحال غيرفد لينا يعني هذا الكسكسو. مثلا كيكون عندنا كيلو ديال الكسكسو كنعملو نص كيلو الزبده ولكن حنا كنديرو الزبده وعندنا ميزاننا كنشوفو حتى كنحسو بالكسكسو ديالنا يعني تشرب الحبات الكسكسو يعني شربات الزبده وجات يعني هي هادي. ومن بعد كنضيفو ليها شويه ديال السكر على حسب الذوق يعني غير شويه ديال السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتي. وكن يعني صافي دابا غنقدموها في المول اللي غنقدمو فيه. دابا كنجيبو المول ديال التقديم كنرشو فيه اللوز ديالنا اللي طحنا وعاد كنعمرو فيها السفة بحال هدا في اي مول عندك اي قالب بغيتي وكنضغطو عليه. وهنايا كنحطو العسل اللي غنقدموه فوق السفة ديالنا كما كتشوفو كنديرو فيه الحبات ديال اللوز. وهنا كنديرو عليها اللوز من الفوق وكنديرو عليها زلافه ديال العسل كما كتشوفوا بهذا الشكل. كنتمنى تكون عجبتكم هذه الطريقه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ترجمة.